قالوا هابي. يقول لك يا يحيى ابدعت وابهرت جمهورك بتعاملك وطيبه قلبك للمتسابقين. طيب امتعت المتابعين بحواراتك وقصائدك، كثر منها لان نعرف بداخلك الكثير يا مبدع، فخورين فيك. تاكد ان وراك جمهور يدعمك، وحاول تكون متواجد كل الفقرات وصل الصلوات كلها في المسجد، ونتمنى ما تغيب عن البث، نبي منك تفاعل اكثر يا يحيى باذن الله سبحانه وتعالى. والله يملنا ان شاء الله في عيونهم ونقدم الشيء اللي يليق. انت قدها ان شاء الله ويرضيهم. قدها وقدود. في قصيده يا يحيى سمعتني انا، واجهتك بعمان. متواجهين. تواجهنا بمطعم في عمان وكانت من اسعد الليالي ذاك الوقت. الله، في قصيده الله. سمعتنا انت، ما ادري تذكرها ولا لا. والله ما اذكر. انا عارف القصيده يوم كانت يا هلا وسهلا باهل المملكه. يا سلام. بس ما بس مشكله لا خل الترحيبيه، بيض الله وجهك وما قصرت وعزمت واكرمت. لا نبغى القصيده الثانيه. عديت قصيده. ايوه هي اللي عديتها كانت اظن يقول ما بتصرفك اصحابنا لو يقطعون الموافق. لا ما باصحابنا يقول صار بعيوني اكثر الناس اغراب. السلام. ما عدت أصدق شيء اسمه علاقة، اللي أعزه أبتعد عنه لأسباب، أخاف أقرب منه وأكشف نفاقه. السلام. يا ما وثقت وقلت وافين وأحباب، وأقدر الخوة ودروبة الصداقة، ثم أبقى لي حد وخاطري طاب، وابعت نفسي عن أمور الحماقة، من كثر ما فارقت الأحباب وقراب، صارت محل فرق الحبايب لياقة. يا سلام صح لسانك يا صح الله بدنك. طيب نبي نسوي شيء جديد. جاهز أبو عابد؟ في شيء وفكرة جديدة. نبي بيتين من يحيى هالحين.